وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من أبو ظبي السيد محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية. مساء الخير سيد محمد، كيف تصف تفاعل وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية لخبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله؟ مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين في البحرين الشقيقة. بلا شك اليوم يعني كل حقيقة يهتم بهذا الخبر المهم، الخبر الذي يعني تحزن فيه دولة الإمارات على فراق قائدها اسمه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله. اليوم ما تابعناه حقيقة منذ الصباح وسائل الإعلام اهتمت بهذا الخبر، وكذلك ربما نشيد حقيقة بالإعلام البحريني الذي لا تابع من اللحظة الأولى حقيقة هذا الخبر، ويعني كانت تغطية مميزة حقيقة، وهي تعكس حقيقة عمق العلاقات وقوة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين قيادة وشعبا. نعم سيد محمد، يعني تنتقل الآن دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مرحلة جديدة مع انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للدولة، يعني كيف ستواصل الإمارات مسيرة نهضتها في ظل قيادة سموه بعد مرحلتي التأسيس والتمكين؟ نعم بلا شك نحن متفائلين كثيرا بالمرحلة المقبلة. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله شخصية قيادية معروفة داخل الإمارات وخارج الإمارات. الشيخ محمد هو من مركز القرار الحكومي والوطني في دولة الإمارات لسنوات طويلة. الشيخ محمد يعني تحمل وعمل على مسؤول ملفات كثيرة في دولة الإمارات، لذلك اليوم الرؤية لدى سموه رؤية واضحة، رؤية تستكمل وتواصل مسيرة الشيخ زايد رحمه الله والشيخ خليفة الشيخ محمد بن زايد. كذلك الجميع يعرف أن طوال السنوات الماضية هو كان جزء مهم ورئيسي في المشروعات التي انطلقت من دولة الإمارات، وفي نفس الوقت هو تحمل المسؤولية والأمانة في فترة مرض الشيخ خليفة رحمه الله خلال الثمان سنوات الماضية، فكان نعمة الرجل الذي يتحمل المسؤولية في هذا الوطن. نعم، من أبوظبي السيد محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، شكرا جزيلا لك.